أباقية المدارس الموسم ال 12 مباراة قوية وصعبة، وهفكركم بالنتيجة. عمر بن الخطاب الحومدية الجيزة 160، سم أسيوط 80، والمباراة اتصعبت عليكم جدا. الأمل موجود ولكن ضعيف. خلينا نشوف. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل للمربع الذهبي، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. سؤالين لكل مدرسة، وأول سؤال سلمى ناصر من مدرسة عمر بن الخطاب. اتفضلي يا سلمى. سلمى ناصر والسؤال الأول، وهنشوف موضوع السؤال إيه. لفة كاملة يا سلمى. شكرا يا سلمى، ارجع مكانك. سؤال في العلم. الحمد لله. سؤال في العلم، يعني جغرافيا، تاريخ، أدب أو علوم. لو الإجابة صح ألف مبروك، اتأهلتوا للمربع الذهبي. لو الإجابة غلط لسه مدرسة ستيم هيبقى عندكم فرصة. علم، والسؤال هو جغرافيا. يقع بركان كاريسيمبي على الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ودولة أخرى، فما هي؟ ارتفاعه حوالي 4500 متر. أعلى جبل في سلسلة جبال فيرونجا رواندا. كل الاستوديو سقف. متأكد طبعا. ومتأكد طبعا. طبعا. وموطن للغوريلا، ومبروك التأهل لدور الأربعة. إجابة صحيحة. ألف مبروك مدرسة عمر بن الخطاب في المربع الذهبي، وهارد لك لستيم أسيوط. كلنا نحيي ستيم أسيوط. شوف عبد الرحمن البدري بيشجعكوا إزاي. هنا بقى المدير الفني اللي فاهم بيشجعكوا بالرغم من الخروج من دور الثمانية، ولكن هو عارف إن مدرسة عمر بن الخطاب عندها خبرة، هو عارف كويس أنتوا لعبتوا إزاي، وبالعكس بيشجعكوا عشان تقدروا تشاركوا تاني وتوصلوا لأدوار أحسن من كده. ولكن أنا بقول إن أنتوا عملتوا اللي عليكم في تجربة أولى ووصلتوا لدور الثمانية، وده ما كانش سهل. الحمد لله. منالكم كل التوفيق. محمد اتفضل من مدرسة ستيم، محمد أحمد ستيم أسيوط. والسؤال الثاني، قدرات ذهنية، يا ترى السؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ 30. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 18 في 9 زائد 16 في 8 على 2 يساوي كام؟ ثمان ثواني. محمد حمادة 226. طبعا 226 ب30 نقطة. إجابة صحيحة. برافو عليك حمادة، برافو عليك. نتيجة 110 ستيم أسيوط، 180 عمر ابن الخطاب. أحمد مدحت والسؤال الثالث، وهنشوف موضوع السؤال إيه. شكرا يا أحمد، ارجع مكانك. رياضة، سؤال في الرياضة، سؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ 30. دوس على البازر. رياضة، والسؤال هو من هو المدافع الوحيد الحاصل على جائزة الفيفا كأفضل لاعب في العالم حتى عام 2020؟ كسبها في 2006. محمود فرج. إجابتك نيستا؟ لا، أكيد لا.
اكيد لا. انيستا مبدئيا مش مدافع. اولا مش مدافع، وتاني حاجه عمره ما كسب جائزة الفيفا. محمود فرج إجابة إيه؟ متحكة بقى. إجابة قنبلة. محمد علي. فرانس بيكنباور. بيكنباور في 2006. يا محمد يا راجل. إجابة خاطئة. بالظبط كده. كانافارو. فابيو كانافارو كان بيلعب فين بقى؟ معرفش. كان بيلعب في يوفنتوس وريال مدريد، وخدها بعد ما كسب كاس العالم مع إيطاليا في 2006. من أساطير الكرة الإيطالية. طيب السؤال الأخير، سيلفيا. سيلفيا أسامة. تفضلي يا سيلفيا، السؤال الأخير. الله عليك يا بنت الله. برضو عجلة الحظ بتحبكم. حق تقال يعني. السؤال الثاني ليكوا في القدرات الذهنية، سؤال بعشرين نقطة، قدرات ذهنية. والسؤال هو حل مسألة الآتية: 545 في 3 على 5 زائد 122 يساوي كام؟ محمد حمادة إجابتك 447. 447 للأسف الشديد إجابة خاطئة. هارد لك يا محمد. دوس. محمود 449. هارد لك يا حمادة. هارد لك. 449 ب 20 نقطة إجابة صحيحة. قفلت سكور 200. عمر بن الخطاب ألف مبروك، اتأهلتوا للمربع الذهبي. ومحمد ربيع أفضل لاعب في ماتش النهاردة بكم نقطة؟ 65. 85 نقطة. نحيي كلنا. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 310 نقطة، وكل نقطة ب10,000 جنيه، بما يساوي 3,100,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 20,125,000 جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. تحية كلنا مدرسة ستيم أسيوط. استعدوا، أكيد أكيد اللي جاي أصعب إن شاء الله. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.